لك كواليس البطوله كانت عامله ازاي يا اسراء؟ هي عامه كواليس البطوله يعني اكتر حاجه كنت حباها اللي احنا كنا حاسين ان احنا كلنا ايد واحده، اللي احنا يبقى معانا حكام مصريين. دي كانت حاجه مطمنانا اللي احنا احنا مش هنتظلم، احنا هيعرفوا يجيبوا لنا حقنا. رئيس الاتحاد بتاعنا احنا مش حاسينه، يعني احنا بنحسه بابانا التاني، اسره يعني كلكم اسره. بيجي لنا يقعد يتكلم معانا، اللي هو بقى لا انا هاخد جنبه واقعد افطر، لا كان بيقعد يفطر معانا يقعد، طب نتكلم انتوا ايه مضايقكم، طب في ايه، طب حابين تروحوا فين النهارده بعد البطوله، في تفاهم. كابتن مريم عمرها ما مثلا اتاخرنا عن التمرين دي ولا حاجه تزهق، او مثلا انتوا ما جيتوش ليه، او بجد الحاجات دي كانت فارقه معانا جدا اللي احنا نطلع باحلى مستوى، واللي احنا مبين لهم انتوا بتدعمونا في كل حاجه، احنا هنبقى قد المسؤوليه. بجد هم كانوا كنا شايلين المسؤوليه، هم ما كانوش محسسينا اللي هم مشايلين المسؤوليه، بس اللي هم بيعملوه معانا احنا غصب عننا لازم نشد في التمرين، نوري لهم اللي انتوا كويسين معانا، احنا ان شاء الله هنشرفكم.